مبسوطة قوي إن إحنا هنبدأ موسم جديد من برنامج هأنذا أرسلني. البرنامج ده الحقيقة إنه مش دعوة لناس معينة، لكن كلنا مدعوين لمشروع كبير قوي الله بيعمله حول العالم، وإن إحنا نبص بعينينه بعدسة السماء ونشوف رؤية مختلفة الله شايف بيها عالمنا. بشجعكم جداً إن إحنا نتابع حلقات البرنامج ده، هنتعلم مع بعض حاجات مختلفة ليها علاقة بالعمل المرسلي، إزاي ربنا يعدنا وإزاي ربنا يحركنا الحقول، إزاي نسمع صوته وإزاي نتعامل مع اختلافات موجودة في شعوب كتيرة حوالينا في العالم. مش لازم قوي يبقى اللي بيشغلنا واللي بنحب نتابعه حاجات تخصنا وحوالين تحدياتنا ومشاكلنا. البرنامج ده يمكن مش هيناقش حاجات ليها علاقة بحياتنا، لكن ليها علاقة بإزاي نبارك آخرين، إزاي زي ما ربنا قال لإبرام كده أباركك، بس مش علشان البركة دي تقف عندك، علشان تبارك كثيرين. ونفسي قوي إن إحنا نلتحم مع مشروع ربنا ونقف كل حد فينا، يمكن شكل أدوارنا ومواقع وقفنا في مشروع ربنا ومشاركتنا ومساهمتنا في خطة الله في العالم يمكن الأدوار تكون مختلفة، لكن بالتأكيد كلنا مدعوين نكون جزء من العمل اللي ربنا بيعمله. الإرسالية ببساطة هي مباركة الأمم، ببساطة هي إنه الله في قلبه في إحسان وفي حضور وفي قوة ربنا عايز يصبغها على شعوب كتيرة وناس كتيرة، ربنا نفسه يدعوهم إنهم يتجاوبوا معاه، ربنا نفسه جدا إنه يدعو الناس دي تكون ليها علاقة. كل حد في العالم حوالينا في أمم كتيرة وفي شعوب كتيرة وفي بلاد حوالينا عنده نفس الفرصة اللي أنا وإنت أخدناها، إن إحنا نسمع عن ربنا ونحن نستمتع بالعلاقة دي. الناس دي كمان عندها نفس الحق، والله عايز يستعيد مرة تانية الإحساس إنه ناس ترجع تحس مرة تانية بصلاح ربنا وبمحبة ربنا. ربنا نفسه يغير مواقف بشرية يجي عليها مرة تانية بقوته، يعلن سيادته وسيطرته عليها مرة تانية. بعد ما إبليس سيطر بالكامل على مواقف بشرية كتيرة موجودة في العالم حوالينا، في يوحنا الأولى وأصحاح 3 الكتاب يقول كده: لهذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس، الحصون اللي العدو بناها في العالم حوالينا. مرعبة جدا جدا كمية الشر والفساد اللي إبليس بيبثها بهدوء جدا من غير ما إحنا بنحس، بيبص الفكرة دي جوانا إنه الله وراء كل معاناة إحنا عايشينها، الله وراء الفقر وراء الجوع وراء الحروب. عشان كده كم الحصون اللي موجودة في بلاد كتيرة حوالينا. فاكرة كويس قوي في جنوب السودان مرة زورنا حد وكنت بشاركه بقوله ربنا بيحبك قوي، فاكرة كويس قوي إجابته، قال لي أنا مفيش ولا حاجة في حياتي بتقول إن ربنا بيحبني، إزاي ربنا يكون بيحبني؟ أنا فقدت أطفال من أولادي في الحروب ومراتي في المستشفى بتعاني أمراض مزمنة جدا جدا، أنا عايش في فقر وعايش في مجاعة، أنا ظروفي صعبة جدا الصحية، وحسيت إنه ربنا عايز يستعيد مرة تانية محبته ويرجع تاني الجسر ده والربطة القوية قوي اللي بينه وبين الناس. الحقيقة إنه الإرسالية هي إرسالية اسمها إرسالية الملكوت، يعني الله عايز يملك بالكامل على حياة ناس، عايز ملكوته ومحبته ترجع مرة تانية تبقى هي دي الرابط اللي بيربطه بينه وبين ناس كتيرة حوالينا. الرواية القوية قوي اللي سي إس لويس كتبها، رواية نارنيا اللي بتتكلم عن صراع بين الساحرة البيضاء والأسد أصلاً، والساحرة دي كأنها أحكمت قبضتها على كل أهل نارنيا، لكن إزاي كان في أطفال بيحاولوا أنهم يحرروا أهل نارنيا من قبضة الساحرة الشريرة دي. والحقيقة أنه دي دعوتنا كلنا، كل حد اتنقل من سلطان الظلمة لملكوت ابن محبته، مدعوين كلنا نبقى جزء من قصة ممتدة، قصة عبر التاريخ من قبل ما إحنا نبقى موجودين في العالم، قصة من وقت مجيء المسيح للعالم ولغاية مجيئه التاني هيفضل الصراع ده موجود. إحنا مدعوين نكون جزء من هدف أسمى ومن دعوة عليا جدا عشان ندخل في المعركة دي اللي هي صراع ضد عدو هائل وعدو مرعب جدا، لكن عندنا كل السلطان اللي الرب ادهولنا علشان ننقل حضوره وننقل ملكوته لأماكن كتيرة. في العهد القديم ربنا اختار الأمة اليهودية، اختار شعب إسرائيل، وما كانش خالص الخلاص أو البركة مفروض أنها تقف عندهم. ربنا كأنه دعا الأمة دي علشان تكون مقدمة الخلاص مش نهايتها،
ربنا دعا الأمة دي عشان كأنه إسرائيل تمهد الطريق، لأن الله يوصل لكل الأمم من خلالهم، عشان مقصده توصل لكل العالم ولكل الأمم. ما كانش قصده خالص أنه تحتكر يعني الأمة اليهودية على البركة لنفسها، لكن الحقيقة في متى 21 يسوع قال كده: الحجر اللي رفضوا البناؤون هو ده صار رأس الزاوية، خلوا بالكم ملكوت الله هينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أسماره. يعني كأنه فقدوا الصلاحية الأمة اليهودية، وأنا أخاف ككنيسة أن إحنا نفقد ده كمان. ربنا عايز يديها لأمة تعمل أثماره، ودي الكنيسة اللي مدعوة أنها تشارك اللي أخدته وتنقل البركة دي لناس كتيرة من حوالينا. بفتكر قوي المرأة الكنعانية لما كانت بتصرخ ورا يسوع بتقوله: الحقني أنا ابنتي مجنونة جدا. وتلاميذ قالوا له كلمة موجعة جدا، قالوا له اصرفها لأنها تصيح وراءنا. إحنا أولى، البركة دي لينا إحنا الأول، هي مش من حقها أنها تاخد البركة دي. وخايفة إحنا ككنيسة نكون وإحنا بنبص على ناس حوالينا من خلفيات مختلفة، حتى وسط بلدنا أو يمكن شعوب تاني حوالينا، بنسمع عن احتياجاتهم الروحية، بحس إحنا أولى لما نخلص الخدمة في مصر الأول نبقى نطلع نشوف الخدمات برا مصر. دي مش حقيقة. إحنا مدعوين، ودي وصية في الكتاب علينا كلنا إن إحنا نطيعها: اذهبوا إلى العالم أجمع. حلو قوي الكلام اللي احنا سمعناه، بس هل انا مدعو للعمل المرسلي؟ انا ايه دوري في القصه الكبيره دي؟ دوري في مشروع ربنا الكبير ايه اللي ربنا عايز يتكلم بيه ليا انا شخصيا بما يخص العمل المرسلي؟ معانا ضيف جميل قوي، هنسمع تعليم رائع جدا جدا منه. شجعكم قوي تعالوا نسمع مع بعض الحوار. حضرة الشيخ اهلا بيك. فرحانة قوي قوي انك معانا في الحلقة دي. حضرتك من الرواد اللي ربنا استخدمهم في العمل المرسلي في مصر، وانت كنت بركة كبيرة قوي قوي لحياتي والجيل كامل، ربنا يباركك كتير قوي. ميرسي يا مريم. عايزة اسألك في السؤال بتاع الحلقة دي، هل كل مؤمن مدعو للعمل المرسلي؟ احنا لما بنبص للعمل المرسلي بنعجب قوي وبنحس انه ده يمكن لناس معينة. عشان اجاوب على السؤال، الإجابة باختصار آه، كلنا مدعوين، لكن علشان يتشرح كويس لازم أرجع تاني للأساسات اللي المسيح بنى عليها المفهوم بتاع الكنيسة موجودة ليه. فهلاقي في إنجيل يوحنا مرتين، في إنجيل يوحنا إصحاح 20 وإصحاح 17 يكرر جملة بيقولها، بيقول: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا أيضا. فبالتالي المسيح أطلق على تجسده إرسالية من الآب إلى العالم، وبينقل النقلة ديت إلى تلاميذه إلى الكنيسة، ويقول زي ما أنا أرسلت إلى العالم أنا أرسلكم إلى العالم. وده اللي أكد عليه في أعمال واحد لما قال: امكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي فتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وآيات كتير قوي بتتكلم على الدعوة والمفهوم بتاع الكنيسة. إحنا الكنيسة موجودة ليه في العالم؟ وأنا موجود ليه في العالم؟ ده سؤال وجودي بالنسبة لي، أنا موجود ليه والكنيسة موجودة ليه؟ كنيسة بتعلن مجد الله في الأرض زي تجسد المسيح بالمحبة وبالعطاء وبالاهتمام بالإنسان وبالخلاص. الكنيسة بتعمل نفس الرسالة. الحتة الصعبة هي إن الناس مش بتخيل، طب أنا ماليش، أنا الإرسالية، كأننا لخصنا الإرسالية في اللي بيروح الحقل في بلد آخر، وهي ده مفهوم إرسالية فعلا. لكن لما أرجع برضو المبدأ مهم في الكنيسة، إنه الكنيسة هي جسد المسيح اللي فيها أعضاء متنوعة وكل واحد بيعمل دور، لكن كل الجسد ده على بعضه دوره إنه يمجد المسيح. فكلنا في الإرسالية، كلنا مدعوين اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. ربما ما كنش أنا اللي بيذهب، لكن أنا مش أنا اللي بأرسل، أنا اللي بأرسل. ربما يكون دوري أنا اللي بصلي، لأنه هو تجاوب العمل المرسلي وتجاوب مع احتياجات العالم حوالينا من أول الشارع اللي جنبك لحد الصين. ده تجاوب مع الدعوة الإلهية. وحد فسرها مرة بتفسير يعني يمكن مش دقيق قوي بس يوضح الفكرة كويس قوي، قال زي مثلا كلية الطب، كل الطلبة في كلية الطب بيشتغلوا في الطب، لكن في واحد تخصص أطفال، في واحد تخصص مخ وأعصاب، واحد تخصص نساء، واحد تخصص
جراحة، واحد تخصص جراحة معينة، واحد تخصص مع تحاليل، بتاع التحاليل ده قاعد في أوضة مقفول عليه ما بيعملش، بس هو بيعمل نفس المنظومة الطبية كلنا مدعوين إن احنا نخدم. لكن طبعا الأدوار المختلفة، المواهب المختلفة تفرق من واحد للتاني، فده سبب وجود الكنيسة. ده زي ما بيقول في رسالة بطرس الأولى 2، بيقول إن أنتم شعب مختار، أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. بمعنى تاني برضو الوعد بتاع إبراهيم، يا إبراهيم أباركك، حلو قوي، كويس، أنا متبارك، بس ما تنساش إنه بقية الوعد بتاع إبراهيم فتكون بركة تتبارك في جميع شعوب وقبائل الأرض. وده لحال الكنيسة، الكنيسة متباركة، متباركة ونص، أنا متبارك، متبارك ومئة مرة متبارك، بس البركة دي فيها بعد تاني زي وجهان العملة الواحدة اللي فيها بيقول أنت بتبارك من حتة لكي تكون بركة، الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات عشان نكون بركة، بركة لمين؟ لأورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أنت بقى دعوتك فين؟ تفرق، أنت دعوتك في أورشليم؟ أمين. دعوتك في اليهودية اللي جنبين على طول نفس البلد؟ ماشي. سامرة بلد تانية أقصى الأرض ربما، فدي بتفرق بقى من حد للتاني. شكراً، مرسي قوي للإجابة الرائعة دي. كلنا ينفع نبقى جزء من العمل المرسلي، كلنا مدعوين للعمل المرسلي، بس زي ما سمعنا من حضرة الشيخ فايز إنه محتاجين نسأل ربنا، يا رب أنا إيه دوري تجاه عملك في كل العالم؟